موريتانيا الجمهورية الإسلامية الموريتانية دولة تقع في غرب إفريقيا على شاطئ المحيط الأطلسي بمساحة 1,030,700 كيلومتر مربع. يحدها من الشمال كل من المغرب والجزائر ومن الجنوب السنغال ومالي من الشرق والجنوب. وأصل اسم موريتانيا يرجع إلى العهد الروماني، حيث أطلق الرومان هذا الاسم على منطقة شمال إفريقيا، وعندما برز المشروع الاستعماري الفرنسي في نهاية القرن التاسع عشر بعث هذا الاسم من جديد، حيث اختير هذا الاسم لتسمية البلاد به. وقد كانت معروفة من قبل بأسماء منها بلاد الشنقيط عند المشارقة وصحراء الملثمين وبلاد لمتونة والمغرب الأقصى. وتعود أول آثار السكن البشري بالمنطقة إلى العصر الحجري الوسيط، وقد استقرت بها قبائل من العناصر البربرية البيضاء كانت هي الأسبق للسكن المنطقة. وفي بداية القرن السادس الهجري استقرت بها قبائل بني معقل العربية الوافدة من صعيد مصر ضمن الهجرة الهلالية الشهيرة إلى بلدان المغرب العربي. وقد واجهت معارضة من القبائل الأمازيغية، لكنها ما لبثت أن زالت، حيث ساهمت وحدة الدين في إزالتها، فقد سبق الإسلام العرب إلى المنطقة واختلطت المجموعتان مع الزمن، وتشكل عرق منسجم من الأمازيغ والعرب والزنوج. وهكذا كانت البداية الفعلية لبلد سأله التاريخ فأجاب وبصوت عال: وإذا اشتهى التاريخ كشف هويتي فأنا سليل عروبة إفريقية. لم تكن بمنأى عن مشروع التوسع الأوروبي، حيث شهدت شواطئها تنافس مجموعة من الدول الأوروبية، كان آخرها وأشدها وطأة هو دخول الفرنسيين سنة 1902 كقوة استعمارية مع بداية القرن العشرين. وقد واجهوا مقاومة شديدة من كل القبائل التي خاضت معهم الكثير من المعارك، منها معركة رأس الفيل التي قتل فيها أمير تجانب، ومنها معركة تججة التي قتل فيها سيدي الملايزين قائد الحملة الفرنسية كزافيه كابولاني، ومنها معركة أم توينسي والنملان. وفي سنة 1932 كانت نهاية الكفاح المسلح ضد المستعمر بعد استشهاد الأمير سيد أحمد اللحمد عيد أمير أدرار في معركة وديان الخروب، إلا أن هذا الكفاح أتى بنتائجه. في عام 1956 تحصل البلد على الحكم الذاتي الداخلي، وأصبحت نواكشوط عاصمة للبلاد في السنة الموالية. وفي سنة 1958 انعقد مؤتمر ألاج، وتم فيه إعلان الجمهورية الإسلامية الموريتانية وإنشاء الجيش الموريتاني، واختير المختار الدادة رئيسا للوزراء. وأخيرا تم في 28 نوفمبر 1960 إعلان الاستقلال عن فرنسا، وأصبح المختار ولدادا أول رئيس للجمهورية الإسلامية الموريتانية. ومن الناحية الاقتصادية تنتمي موريتانيا بحسب التصنيف الاقتصادي المعتمد من قبل الأمم المتحدة إلى مجموعة البلدان السائرة في طريق النمو، ويعتمد اقتصادها على مجموعة من المقومات من أهمها الصيد، حيث تعتبر موريتانيا إحدى الدول المهمة في مجال الصيد البحري لما تتوفر عليه من ميزات طبيعية جعلتها في مصاف البلدان المنتجة للأسماك، فقد حباها الله بشاطئ ممتد على المحيط الأطلسي يبلغ طوله 650 كيلومترا، وتتلاقى في مياهها الإقليمية التيارات البحرية الدافئة والباردة، وهو ما جعل ملايين الأطنان يتم تصديرها سنويا إلى جميع أنحاء العالم. فإضافة إلى الصين واليابان، فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستورد الرئيسي للأسماك الموريتانية بحوالي 7,340 طنا في السنة.
أما في مجال المعادن فتمتاز موريتانيا بتنوع ثروتها المعدنية من حديد ونحاس وذهب وجبس وفوسفات إلى غير ذلك من المعادن المهمة، وتساهم الثروات الطبيعية الهائلة مساهمة فعالة في تكوين رأس المال الوطني وفي تطوير البلاد ودفع عجلة النمو فيها، سواء عن طريق الإسهام في حل المشاكل الاجتماعية القائمة خصوصا في مجال العمالة والتشغيل، أو الاعتماد عليها كمصدر للحصول على العملات الصعبة التي تحتاج إليها البلاد. أما في مجال الزراعة فما زال النشاط الزراعي يمثل أهم الأنشطة الاقتصادية التي تستوعب شريحة عريضة من السكان المحليين، إذ تتجاوز نسبة المشتغلين بالقطاع 53% من القوى العاملة حسب المتوافر من الإحصائيات، ولا تزال السمة البدائية هي الغالبة على الممارسة من حيث النشاط الزراعي، رغم دخول أنماط من الزراعات الحديثة إلى هذا الحقل، فقد كان هذا القطاع أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا بفعل عامل الجفاف الذي اجتاح البلاد في عقد السبعينات، مما أسهم في تراجعه إضافة إلى صعوبة الظروف المناخية المكتنفة لهذا النشاط. يصل العدد الإجمالي لسكان الجمهورية الإسلامية الموريتانية 3,069,000 نسمة حسب آخر الإحصائيات، 80% منهم عرب بيض وسمر يتكلمون اللهجة الحسانية، و20% أفارقة زنوج، وتنقسم مجموعة الزنوج إلى الولف، السونوكي، البولار. وتعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وقد شكل الإسلام والتعايش التاريخي قواسم مشتركة شكلت مكمنا لاحتواء كل فوارق مكونات هذا الشعب الأبي، كما أن الدين الإسلامي الحنيف هو الدين السائد في البلاد، وتقارب نسبة المسلمين بالبلاد 100%، وقد تميزت بلاد الشنقيط بعطائها العلمي الوافر، فأنجبت علماء أفذاذا كان لهم دور كبير في صناعة مكانة موريتانيا العلمية في مختلف البلدان العربية والإسلامية. فكانت رحلاتهم العلمية على ظهور العيس بمثابة مدارس علمية متنقلة انتشر شعاؤها في بلاد إسلامية كثيرة، وذلك ما بينه العلامة المختار البون بقوله: ونحن ركب من الأشراف منتظم أجل ذا العصر قدرا دون أدنانا، قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة بها نبين دين الله تبيانا. ومن أشهر هؤلاء العلماء العلامة محمد الأمين والمحمد المختار الشنقيطي، العلامة بداه للبصيري، العلامة محمد سالم العدود، العلامة عبد الله بن بية، العلامة باه العبد الله، العلامة محمد الحسن وللددو. Thank you.
عامة، فإن موريتانيا قدمت للعالم ثقافتها وشخصيتها بطرق مختلفة، كان من أبرزها العلم والشعر، إذ لقبت بأرض المليون شاعر المنكب البرزخي، فموريتانيا أرض شعب وشعب ثقافة.